السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بدنا نكمل هلكت صفحة 58 حل على الكتاب. طبعا أنا سؤال ثمانية، أنا عدد إذا ضربته في 14 وأضيف الناتج إلى العدد 14 كان الناتج 14، من أنا؟ طبعا هاي بتكون زي حزيرة صغيرة، باجي بحكي أنا الرقم إذا ضربته أنا بصفر أو جمعته للصفر، لأنه الصفر إحنا حكينا اللي هو بيكون عنصر محايد لعملية الجمع، والواحد هو العنصر المحايد لعملية الضرب، فإذا بيكون الجواب 14. إذا هو أضفت له أو ضربته بطلع الجواب 14. فينا سؤال 9، أفكر أكتب 3 عمليات ضرب يكون جوابها 8100. بقدر أنا أكتب أكثر من عملية، لكن ممكن نحدد بعض الإجابات. ممكن أضرب، أنا بروح على جدول التسعة، باجي بفكر إنه 9 في 9 81، بضيف الصفرين اللي هي 90 في 90 8100. ممكن أضرب 81 في 100 اللي هو 8100. ممكن أضرب 9 في 900 8100. طبعا هذول كلهم من جدول التسعة، ممكن أخذ الأجوبة هاي من جدول التسعة. سؤال 10، يستخدم محمد شبكة الإنترنت من أجل تحميل ألعاب لحقائق الضرب، فإذا استغرق تحميل 5 ألعاب 15 دقيقة، فكم دقيقة يستغرقها تحميل لعبة واحدة؟ طبعا ألف طالب مني يستغرق تحميل 5 ألعاب، طبعا 5 في أنه رقم بدي أضرب يعطيني 15، وفي إنه فرع باء يستغرق تحميل لعبة واحدة، طبعا معروف إنه في جدول الخمسة 5 في 3 15 دقيقة، يستغرق تحميل لعبة واحدة، إذا 15 دقيقة بستحمل تحميل 5 ألعاب، طب اللعبة الواحدة 3 دقائق، بكون عندنا هيك 3 دقائق بكون أجبنا على الأسئلة اللي موجودة عندنا. يعطيكم العافية.